نتعرف على شخصيات عديدة، نستلهم من تجاربهم الحكمة والعبرة، ونجد الطرق المثلى لتحقيق الأهداف والإنجازات، ونتجاوز الكثير من العقبات من تجارب الحياة. من إعداد ناصر العجمي، ومن تقديم ناصر العجمي فايز الرسمان، تنفيذ رجاء فايق، من تجارب الحياة للمخرج حمد الهاجري. لجلها زي العالمها كل شارع وكل بيت مطبوع رسمه داخل قلوب اهلها. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم من تجارب الحياة على محطة أوف أم من إذاعة دولة الكويت. عزيزي المستمع، إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. نرحب
فيكم ويانا مستمعي الكرام في برنامج من تجارب الحياة على محطة وفاء من إذاعة دولة الكويت. وكما عودناكم مستمعينا الكرام التجربة هي خير برهان. في هذا البرنامج دائما نستفيد من تجارب الآخرين ونستفيد من التجارب التي يرويها ضيوفنا الكرام في هذا البرنامج حتى يستفيدون السادة المستمعون من أهمية التجربة والخبرة في حياتنا. اليوم يسعدنا من يكون ضيفنا عبد العزيز الغريب جيولوجي بترول في عمليات الخفج المشتركة ماجستير في الزلازل وأيضا عضو في نادي إفروس للقادة وحصل على العديد من الدورات التدريبية راح يستفيد إن شاء الله من خلال لقائنا معه ويستفيدون السادة المستمعين من خلال هذا اللقاء حتى نستفيد من أهمية التجربة وأهمية الخبرة في حياة ضيفنا وأيضا من القصص والعبر التي يرويها ضيوفنا الكرام ونستفيد من تجاربهم. دائما هناك مواقف تحصل لغيرنا وبالتالي تحصل لنا هذه المواقف بعد فترة فنستفيد من كيفية تعاملهم مع هذا الموقف وهذه القضية وهذه المعوقات وأيضا نستطيع أن نتجاوزها بأفضل الحلول. أرحب ضيفنا الكريم عبد العزيز الغريب، حياك الله. وياك حياك الله أخوي أبو محمد. أول شيء أنا سعيد في هذا اللقاء وشكرا لاختياركم هذا الموضوع في هذا الوقت وشكرا لاختياركم لي في أساس أتكلم في هذا البرنامج. إن شاء الله حياك الله. وحن سعيدين أيضا في تواجدك معنا وأيضا سعيدين إن شاء الله في كمية هذه المعلومات وراح نستفيد ويستفيدوا السادة المستمعين من خلال هذا اللقاء. بداية احنا بدنا نتعرف ونعرف السادة المستمعين، كل ضيف معنا له أهمية وله نظرة للتجربة والخبرة والمواقف التي تحصل. شنو أهمية التجربة في حياتك، في الخبرة في حياتك، استفادة من خبرات الآخرين، شلون نقدر نستفيد منها في حياتنا؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا مثل ما قلت السعيد من اتعظ بغيره ولم يتعظ الناس به. طبعا التجارب هي حقل يسقل فيه تسقل فيه المواهب وتسقل فيه الخبرات، بحيث أن لو أي شخص حدثت له تجربة كان في شخص آخر كان حاط عين عليه أو سمع في هذه التجربة حصلت لي شخص آخر يكون عنده علم مسبق بهذا الحدث اللي راح يصير فيه. فمثل ما قلت سعيد من اتعظ بغيره. ثانيا التجارب مختلفة، طبعا في عندك تجارب علمية، تجارب حياتية، في ممكن تستقل هذه التجارب في حتى في بيتك أو في مجال عملك، خارج المجال العمل حتى في العمل التطوعي حقل التجارب كبير. ممكن أي شخص يستقل أي تجربة ولو كانت بسيطة ممكن تأثر فيه على مدار حياته في المستقبل. فلذلك أنا أقول أن التجارب ما تجي من شخص يكون قاعد في بيته مثلا، أو لازم يكون في احتكاك ما بينه وبين الناس، يكون في احتكاك بينه وبين يعني أثناء العمل مع مديره، مع المسؤولين، مع الموظفين اللي أقل منه. من هنا تجي التجربة وتجي الخبرة، والواحد يستغل خبرته وتجربته أساس أنه يطور ويطور المجتمع اللي حوالينا. نعم أيضا يعني عندما نتحدث عن التجربة وعن الخبرات وعن ضيفنا الكريم، احنا بدنا اختيار الجيولوجيا كدراسة في البكالوريوس يعني، وأيضا راح ننتقل إلى رسالة الماجستير. طبعا تخصص الجيولوجيا يعتبر من التخصصات النادرة. تخصص الجيولوجيا ما هو مختص فقط في دراسة البترول أو في دراسة الجبال ولا دراسة البراكين. جيولوجيا البترول ممكن تدخل في جميع الدراسات سواء الكيمياء، الفيزياء، حتى الإحصاء. لذلك فروع الجيولوجيا عديدة جدا، وكل فرع فيه تخصص كامل. على سبيل المثال عندك الكيمياء تدخل في الجيولوجيا في تخصص اسمه جيوكيمستري. الإحصاء عندنا ستاتستيكال جيولوجيا أو جيولوجيا الإحصائية. هذه الخبرات أو هذه التخصصات هي اللي أثرت علم الجيولوجيا كعلم، وخلت علم الجيولوجيا حتى ناسا يستخدمونه في استكشاف الفضاء والأقمار والكواكب. يعني دائما في ناسا لازم يكون عندهم واحد جيولوجي على أساس في حال أن شافوا صخر جديد، شافوا مظاهر جيولوجية في كواكب ثانية، يعرفون هل هذه الظاهرة جت من ثلوج، من رياح، من مياه. هذا بشكل عام كتخصص جيولوجيا يعني دراسة الأرض أو علم الأرض.
لكن اختياره يعني دائما احنا لما نتكلم في برنامج من تجارب الحياة يعني نحاول ايضا يستفيدون يمكن من جميع المراحل اولياء الامور حتى نواجه مشكلة في بعض الطلبة بعد ما يخلص الثانوية العامة يحتار ما حدد التخصص اللي هو يبي ما حدد رغبته شنو يختار بين رغباته دائما يعني مع ان علم جميل والكل يطمح له اللي هي الطب او الهندسه يعني في الغالب لكن التخصصات النادره يمكن يقول يعني ما راح ما يكون مجالها بعد التخرج يعني يكون نادر يعني بالضبط يعني تخصص الجيولوجيا خاصه في الكويت ما في ولا شركه بترول تستغني عن الجيولوجيا يعني مجال واسع يعني مجال واسع خصوصا في مجال بترول وانت عارف ان الكويت هي تقريبا 90% دولة نفطية فدائما حتى اي شركة لا سمح الله خسرت وفلست تبي تستغني عن موظفينها تستغني عن جميع الموظفين الا الجيولوجي ومهندس البترول اخر ناس تستغني عنهم لان هذا الجيولوجي هو اللي يدور لك النفط ويجيب لك اياه فمجال الجيولوجيا كعلم تطبيقي هنا في الكويت شوية مو ماخذ حقه تخصص نادر تخصص جميل تخصص مرغوب في سوق العمل يعني الجيولوجي دائما خاصة في الشركات النفطية هو أول شخص تأخذ الشركات النفطية وتحرص أن تأخذ الجيولوجي يعني اللي في مجال أنه يستكشف لهم طبقات الأرض في النهاية أساس يستكشفون من البترول ممتاز هذا في مجال البترول في ناس ثانية تحب مثلا العصور القديمة مثل الديناصورات فالجيولوجي أيضا من اختصاصات العلوم القديمة الديناصورات في ناس الذهب والمعادن والصخور هذا كله يتبع علم الجيولوجيا الآن أيضا في حتى في عند بناء يعني مناطق جديدة في الكويت ما يستغنون عن الجيولوجي يتعرفون على التربة على الأرضية عن طريق الهيئة العامة للبيئة وبالتالي تصريحهم وموافقتهم أن هذه الأرض تصلح للسكن أو لا يعني أيضا يحتاجون إلى جيولوجيين بالضبط هذا الجيولوجي يعني يمسك لك الأرض من فوق من سطح الأرض وانت نازل سواء تبي يدرس لك سطح الأرض ممكن تبي يدرس لك ما تحت سطح الأرض ممكن حتى في مو بس المناطق حتى الشوارع إذا مثلا عندك منطقة جبلية وتبي تحفر فيها نفق معين نفق ولا تبي تشيك فيها طريق لازم الجيولوجي ويطالع أنواع الصخور طريقة تكوينها أفضل مكان لشق الصخور فمجال الجيولوجيا واسع واسع كان عندك هذه المعلومات قبل تقدم على الدراسة ولا يعني كان اختيارك كان اختياري الأمانة كان يعني لما التحقت في كلية العلوم كان هدفي إما الجيولوجيا أو الأحياء لأن هذه المادتين الوحيدتين اللي كنت أحبهم في التخصص العلمي الثانوية والحمد لله شاءت الظروف أن انقبلنا في كلية العلوم فيها بيولوجي وعلوم أرض وطبيعة إذا انقبلت في البيولوجي تروح قسم الأحياء والأحياء الدقيقة وغيرها القسم الثاني الأرض يعني القسم الثاني في كلية العلوم طبعا مختص في الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا فأنا قبلت في القسم هذا فدايركت بدون وأنا مقمض رحت على الجيولوجيا لأن أنا حابها وهدفي من زمان نعم دائما احنا مثل ما ذكرنا في كل حلقة نتطرق إلى ضيفنا وبتجارب الآخرين ومن تجاربه هو من اختياراته ومن أيضا كيفية يعني انتقال المرحلة للمرحلة طبعا ضيفنا الكريم لديه العديد من الدورات التدريبية أيضا مشارك هو كعضو في نادي إفروس القادة هذا النادي التطوعي لديه أيضا اهتمامات أخرى راح نتعرف عليها أكثر اختيارك للماجستير في الزلازل يعني الكويت دولة فيها زلازل يعني تعاني من الزلازل أو طبعا في رسالة الماجستير طبعا دراسة الماجستير تكون في بدايتها مواد معينة والرسالة النهائية تكون بتخصص معين لما كان عندي صديق في معهد الأبحاث قال لي إن الزلازل في الكويت موجودة بكثرة ولكن تحتاج إلى دراسة عندنا أجهزة رصد زلازل ولكن الدراسات قليلة ليش ما تكون أنت أول كويتي تدرس الزلازل اللي في الكويت وتطلع أن أنا كماجستير كماجستير وكتخصص دقيق في رسالة الماجستير فالحمد لله يعني خذيت البيانات وحللتها وطلعت المناطق المنتشرة فيها الزلازل اكتشفت أن في منطقتين رئيسيتين يكون فيها تركيز الزلازل وين؟ طبعا عندنا بالجنوب صوب حق المناقيش وأم قدير وعندنا في الشمال صوب حق الروثين والصابرية
طبعا الزلازل هذه مستحدثة يعني. على نسبة كم وصلت يعني مقياس ريختر؟ تقريبا 4.3 على مقياس ريختر. هذا أعلى. هذا اللي أنا رصدته خلال دراستي بعد يعني آخر زلزال كان في دراستي 2012 لما خذيت الماجستير. بس الحين الأخوان يقولون أن في شوية زلازل طافت 4.3 على الحفظ. هو نعم بالله يعني، بس جميل لما يكون عندنا هذا الاهتمام. طبعا اللي لاحظ من خلال كلامك عبد العزيز جيولوجي وبترول في عمليات الخليجية المشتركة، ماجستير يعني في الزلازل، مشارك في برامج تطوعية، لديك العديد من الدورات التدريبية، ليش تبحث عن التميز؟ ليش دائما الإنسان يبحث عن التميز؟ هل هو شيء جميل أن دائما يكون إنسان مميز في مهنة معينة، في مجال معين، في فكر معين، في طريقة معينة؟ طبعا الواحد دائما يحب أن يكون مميز، والتميز ما يحيى الله بالطريق يعني مني والطريق يجيك التميز. دائما الواحد إذا كنت تبحث عن التميز لازم تسعى له في الدورات التدريبية، في العمل التطوعي، في دراستك، في مجال عملك، حتى في بيتك. التميز الصفة من صفات القادة، وهذا اللي تعلمناه في نادي أفروس القادة، أن دائما إذا الواحد يبي يصير مميز أو يبي يصير قائد دائما يبحث للتميز. لذلك القادة دائما تلقاه متميز في العمل نفسه، أو متميز في مجال تخصصه، أو في حتى في إدارته في الفريق العمل لكي يصل إلى الهدف. فدائما الواحد إذا حط له هدف لازم يسعى له، سواء هدف كبير هدف صغير لازم يسعى له، سواء عن طريق الدورات التدريبية أو حتى في العمل التطوعي ممكن توصل لهدفك. نعم طبعا احنا بالحديث عن التميز عن المميزين راح نتطرق أيضا إلى أمور أخرى بعد الفاصل، نتأذنك فاصل قصير ونعود مرة أخرى إلى برنامج من تجارب الحياة على محطة وفاء من إذاعة دولة الكويت. كيف فشلنا نفهم كيف ننجح. عدنا إليكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج من تجارب الحياة على محطة وفاء من إذاعة دولة الكويت، وضيفنا الكريم عبد العزيز الغريب جيولوجي وبترول في عمليات الخفج المشتركة، ماجستير في الزلازل، وأيضا عضو في نادي إفروس للقادة، ولديه العديد من الدورات التدريبية. كنا نتكلم قبل الفاصل عن أهمية التميز وأن الإنسان يكون مميز. يعني لا يمكن أن يكون الإنسان مميز من خلال استضافتنا، من خلال قراءتنا، من خلال معرفتنا، من خلال اطلاعنا. لا يمكن أن الإنسان يكون مميز يعني خصوصا في هذا العصر الحالي، يعني إلا يكون لديه يعني مشارك في أكثر من برنامج تطوعي، لديه العديد من الدورات التدريبية، من أهمها أن تحديد الأهداف، تحديد الأولويات، تنظيم الوقت، يعني هذه دائما يحرص عليها الإنسان. أول مشاركة لك في الدورات التدريبية وين كانت، شنو كان السبب يعني المشاركة في هذه الدورة؟ على حسب ما ذكرنا، أول دورة تدريبية خذيتها في مجال غير مجال تخصصي أيام الجامعة، كلية غير كلية العلوم، نزلوا دورة تدريبية للطلبة كبرنامج جديد اسمه GIS، يعني كان برنامج لرسم الخرائط في كلية العلوم الاجتماعية، فأخذته كبرنامج تطوعي مني، يعني أبي أكسب خبرة في هذا المجال. ف يعني حبيت شغلة أن أكتسب معلومة في غير مجال تخصصي. بعد ذلك قمت أبحث على أساس أني أدور لي دورات ثانية غير التخصص، فوجدت أن من المجال مفتوح في مجال الدورات، خاصة في التنمية البشرية أو في القيادة والتخطيط للأهداف، أو حتى في اكتشاف المهارات. دورات عديدة عد وخربط، بس الواحد لازم يختار الأفضل، يعني دائما يختار الأفضل في مجال التدريب واللي يعتقد أن هذه الدورة تفيده.
يعني هو لازم يحدد شيئين، المدرب ومضمون الدورة. مضمون الدورة. طبعا تلاحقت الدورات التدريبية، كيف تخطط للمستقبل، كيف تحقق أهدافك وغيرها وغيرها، إلى أن قبل فترة، قبل تقريبا سنة، علم يعني بالنسبة لي جديد ولكنه قديم في هذا العلم التنمية البشرية، اللي هو دورة في القيادة في نادي أفروس مع الدكتور محمد عفيفي، أخذناها واستمتعت جدا في هذا الدورة. شلون شفت الدورة؟ الدورة جدا حلوة يعني، علمتك مدتها شنو؟ كانت الدورة لمدة 5 أيام طبعا، تقريبا من 5 إلى 8 أو 9 في الليل. مو مهم الوقت، المهم المحتوى وطريقة يعني طريقة التدريب نفسها. ما كانت دورة تقليدية مجرد أن في شخص يلقي والثاني يستقبل فقط، لا مو محاضرة، ما كانت نظام محاضرة في بدايتها، يعني بداية كل يوم في شوية محاضرة ويعطيك الأساسيات، تالي يكون هناك في مثل البرزنتيشن عمل معين، يكون ورشة عمل، يعني ورشة عمل بالضبط، يكون هذا الشخص هو قائد هذا البرنامج التدريبي، بحيث أنه يخلي القاعة كلها تشتغل معه وتحقق هدفه. وكان في مواضيع معينة، يعني كل واحد يختار له موضوع معين ويتكلم فيه. بعد ما خلصنا قالوا ان انتم الان حصلتوا على عضويه في نادي افروس للقاده. من ذاك الوقت الى الان تقوم في، طبعا الدوره غير النادي، النادي هو عمل تطوعي، شئت ان تحضر في هذه الدورات كيفك يعني، واذا ما تبي تحضر هم يعني شيء يعود لك. فيكون هناك دورات أسبوعية أو شهرية عفوا في مجالات متعددة. الحين أنا وأنا أكلمك في عندهم دورة أو ورشة عمل قاعدة تصير في الهيئة العامة للشباب الرياضة، اكتسبنا فيها مهارات كثيرة، اكتسبنا فيها علوم جديدة، قمنا نميز علاقة بين القائد والمدير، وعرفنا أن هناك صفات ومعايير لاختيار القادة. ولذلك أنا يعني عرفت ليش سموا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد قائد الإنسانية، ما سموا مثلا الرجل الأول في الإنسانية ولا أمير الإنسان، لا، قائد الإنسانية. لأن المصطلح هذا يعني شغلات ثانية. طيب بالنسبة لنادي فرس القادة، خلينا نتكلم عن هذا النادي، يعني مشاركتك معه في عضو، خصوصا أن هذا النادي تطوعي للشباب والشابات، بإمكانهم أن يشاركون، من خلاله يتم إعداد القادة، اختيار القادة، تحديد القادة. شنو اللي يمكن يستفيد المشارك في الدورات المتعلقة في نادي إفرس القادة؟ طبعا في هذا النادي ما يسقل الشخص على أساس أنه يتعلم أهم المهارات القيادية، ما يخرجك كقائد، ولكن يعطيك المعايير والمفاهيم في حال إن شاء الله في المستقبل مسكت مكان، صرت مسؤول، حتى لأن عندنا جملة في هذا النادي اسمه كل إنسان قائد. إذا ما حصلت لك وظيفة قائد في وظيفة، فأنت قائد حتى ممكن تكون بين ربعك، حتى مثلا بدوانية بمخيم، ممكن بجروب. فلذلك هي مجرد معايير التمسناها وطبقناها، وممكن نطبقها عملي في النشاطات اللي توني قلت لك عنها، أن الواحد يكون في هذا اليوم قائد نشاط، بحيث أنه يبادر في عملية التسجيل، يختار فريق العمل، شلون يخلي فريق العمل يصل إلى هدف تدريبي بكل سلاسة، بكل أحبية، يحرص على أنه يخلي الشباب في هذا الدائرة ولو كانت صغيرة، يخليهم يتعلمون ويطبقون بعض المعايير القيادية، اللي لعل وعسى إن شاء الله تسقل هذا الشخص إلى أن يصل إلى مرحلة قائد فعلي في منصب قيادي إن شاء الله. نعم، احنا نبي نتحدث عن أهمية دورات تدريبية في عندنا بالكويت. ما شاء الله الكثير من المعاهد، الكثير من حتى ديوان خدمة مدنية وفر العديد من الدورات بشكل مكثف لجميع وزارات ومؤسسات التابعة للقطاع الحكومي. لاحظنا أيضا أن القطاع الخاص، أيضا الشركات اللي لا يوجد فيها إدارة متخصصة في الدورات التدريبية أو إعداد أو
إعداد الدورات. هذه الشركة يمكن فترة زمنية معينة وتشهر إفلاسها أو تنتهي هذه الشركة. الآن العالم في تطور، الآن العلم في تطور، المعلومة التي يتعلمها الإنسان الآن بعد سنة تكون هذه المعلومة أو بعد أشهر تكون هذه المعلومة قديمة، ويعني خرج بعدها أكثر من معلومة يا أما تنفيها يا أما تطور هذه المعلومة. أيضا في بعض الأشخاص ممكن أن يعيب على الإنسان إذا كان اليوم بفكر معين بطريقة معين بنظرة للحياة بشكل معين، ويعيبون عليه لما يشوفونه بعد أشهر تغيرت هذه النظرة أو هذه الأفكار. هو الإنسان لما يكون في مرحلة معينة من عمره، لما يكون عمره 13 يعني تسأله بعدين السنة القادمة يكون عمره 14، لا يمكنك تسأله ليش عمرك 13، خلاص هو تغير إلى العمر الآخر تقدم يعني. فلماذا نقبل أن العمر يتقدم أن الشكل يتغير لكن ما نقبل أن الأفكار تتغير؟ احنا لازم نجد طريقة في التعامل مع الآخرين في تقبل أفكارهم المتطورة والمتغيرة. فمن خلال أكيد تجارب معينة، من خلال خبرات معينة، من خلال دورات معينة، من خلال مشاركة أيضا في مجال تطوعي معين، فبالتالي راح يكتسب خبرات، يكتسب مهارات، وهذا الإنسان المتغير هو دائما متجدد. أهمية دورات تدريبية، أهمية اكتشاف الطاقات، بالضبط مثل ما قلت إن أهم الشركات أو أهم الوزارات لازم يكون عندها مركز خاص للتدريب. بعد بعض الأماكن ما يسمونه فقط تدريب، تدريب وتطوير. فمثل ما قلت العلم متطور والعلم متجدد، إذا ما سايرنا هذا التجدد ومشينا ويا هذا التطور فما راح تقعد. ومفيدة لجميع دوائر الدولة كشركات كوزارات كحكومات. وأنا أنصح كل شخص سواء في شركة عامة أو في شركة خاصة أو في هيئة حكومية، دور لك على البرامج التدريبية اللي توفرها الشركة أو اللي توفرها الجهة اللي أنت فيها أو من الخارج. صدقني ما في شيء تاخذه كعلم يضرك، يفيدك بس ما يضرك. وكان في مدرس اللغة العربية أيام الثانوي كان يقول لي عبد العزيز لا تتكبر على العلم. أنا يعني الحمد لله كنت شاطر في اللغة العربية، فكان يشرح درس أنا كنت أوردي فاهمة قاعد يشرح حق ناس، فكنت لا قاعد ألون. وهذا كان يلي وقف قدام طاولتي قال لي عبد العزيز لا تتكبر على العلم. الكلمة هذه رنت بمخي إلى اليوم وأنا أقول لك إياها قدامك. ودكتور ثاني نفس الشيء أيام الثانوي ودونا زيارة مدرس ودونا زيارة كلية الهندسة. نعم الله يذكره بالخير، نسيت اسمه الدكتور. قال لي خل واسطتك شهادتك، يعني الشهادة لما تجيبها سواء شهادة علمية أم شهادة دورات صدقني هذه تأثر في مستقبلك. دائما السي في إذا عرضت لشركة أو جهة معينة ما يشوفون أنت متخرج، يعني من أهم المعايير اللي يشوفونها بعد شهادتك العلمية ومعدلك يشوفون أنت نشاطاتك الاجتماعية ودوراتك وخبراتك الغير الأشياء اللي أنت خذيتها برا الجامعة مثلا ولا برا المعهد اللي أنت تخرجت منه. لذلك تطوير والتدريب عاملان جدا مهمان للشباب، خاصة للشباب. نعم طبعا إضافة إلى هذا الكلام، في السابق كنا نشوف أصحاب التجارب والخبرات نشوفها بستايل معين بشكل معين بعمر معين، عمر متقدم، فلما يطلع في القنوات ويتكلم عن تجربته ويتكلم عن خبرته كنا نتقبل هذا الأمر وكنا نستفيد من هذه الخبرة ونستفيد من نتاج هذا العمر وهذه المواقف وهذه العقبات اللي تم تجاوزها وتم تخطيها والوصول إلى النجاح. الآن أصبحنا في هذا العصر نتقبل فكرة أن شاب يطلع في أول عشرينات من عمره ويطلع في أي قنوات أو في أي برنامج ويتكلم عن خبرته وعن تجاربه، وبالفعل تكون لديه خبرات وتجارب ونستفيد منها. الآن ليس العمر هو المعيار،
الآن هو الدورات التدريبية ومشاركتك الاجتماعية في اللجان التطوعية هي المعيار الحقيقي. قد تستفيد أنت من معلومة من تجربة معينة في دورة واحدة، وقد غيرك ما يستفيد شيء من حياتك إلا يومه مثل أمس والغد مثل اليوم، ولا في أي فائدة ولا في أي تطوير. احنا دائما ندعو إلى التطوير. هذا البرنامج يعني بإشراف طبعا مدير المحطة الأستاذ خالد العجلان ووكيل الإذاعة الشيخ فهد مبارك، يعني بتوجيه مباشر أن نبي نستفيد من هذه التجارب، من هذه الخبرات، من ضيوفنا الكرام، من السادة المستمعين، أن عليكم القراءة، عليكم الاطلاع، عليكم متابعة الآخرين، عليكم مراقبة الآخرين في معرفة تجاربهم، في كيف نجح هذا الإنسان. احنا قاعد نشوف الآن حتى في كبرى القنوات وكبرى الصحف العالمية بين فترة وفترة نشوف يعملون لقاء خاص مع شخصية اقتصادية، شخصية سياسية، ويتكلم عن تجاربه، يتكلم عن مواقفه، وبالتالي يستفيدون ويستندون على المقولات ويأخذونها، وتصبح في الأرشيف عندهم موجودة، متى ما احتاجوها راح يتمثلون في هذه الكلمات اللي قالها وهذه التجارب. فدائما يعني نحاول أن نحفز الآخرين على الاستفادة من التجربة، على الاستفادة من الخبرات، على الاستفادة من الدورات التدريبية. ضيفنا الكريم عبد العزيز الغريب راح نستدرك فاصل ونعود مرة أخرى في برنامج من تجارب الحياة على محطة OFM من إذاعة دولة الكويت. من جديد مستمعي الكرام في برنامج من تجارب الحياة على محطة OFM من إذاعة دولة الكويت، وضيفنا الكريم عبد العزيز الغريب جيولوجي بترول في عمليات الخفج المشتركة، ماجستير في الزلازل، وأيضا عضو في نادي إفرس القادة، ولديه العديد من الدورات التدريبية. إذا أهمية التجربة وأهمية الخبرة في حياتنا، أهمية المواقف، أهمية تجارب الآخرين. يعني إذا كان عندك أمثلة سواء لشباب كويتيين لخارج الكويت، يعني مرت عليك تجربته، خبرته، نجاحه، ويلت نرويها للسادة المستمعين. طبعا الخبرات مثل ما قلت قبل الفاصل هي ما تعتمد على عمر معين. صحيح ان يعني اللي سبقونا في هذه الخبرات واللي اعمارهم كبيره ما نستغني عن خبراتهم اكيد، لكن مثل ما قلت انا في البدايه ان الزمن في تطور، وممكن الخبره تكتسبها او المعلومه تكتسبها من شخص اصغر منك في مقتبل العمر دائما. وثانيا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر الى الشباب بنظرة أن هذين ما يعرفون شيء، لا بالعكس، كان منهم السفير وكان منهم قائد الحملات العسكرية، كانوا شباب صغار في مقتبل العشرينات. فالعمر ما هو عائق لاكتساب الخبرة ولاكتساب المعلومة. ثاني شغلة أن الشباب اللي في الكويت كثير من النماذج الطيبة في مجال التميز أو في مجال الخبرات. عندنا شباب ممكن مثل أخونا وصديقنا صادق قاسم، مخترع الأول في العالم، ونعم الحبيب هذا حبيبنا، دائما كان ضيف معانا في هذا البرنامج، في برنامج مبدعون متميزون، دائما يكون معانا من أول الضيوف. بالضبط. نعم. شلي صقل مهارته، دورت تعلم، حب إنه يعرف الشغلة هذه، وراح تعلم منها وقرأ ودرس واخذ المعلومات وقام يطبقها. في نماذج كثيرة هنا في الكويت الحمد لله، يعني دائما إذا المكان فيه استقرار تطلع لك المواهب. نعم. فالحمد لله يعني الاستقرار في الكويت والأمن والرخاء اللي موجود عندنا في الديرة قاعد يطلع لنا شباب يا أخي دول الخليج، أو مو بس دول الخليج، يصدرون إلى يصدرون الدورات والعلم إلى خارج دولة الكويت. فالحمد لله يعني الكويت ولادة في هذا المجال، مجال المواهب، مجال الخبرات. نعم. طبعا عبد العزيز شفنا يمكن في مواقع التواصل الاجتماعي قبل 10 أيام أسبوعين، يعني في هذه الأثناء لاحظنا أن الكثير من أيضا الأساتذة الدكاترة في جامعة الكويت وفي المعاهد أصبحوا يستقطبون هؤلاء الشباب كقدوة للطلبة والطالبات، وهما حتى صغار يعني، لأن هناك في لغة خاصة للشباب يجب أن نتعلمها ويجب أن نطبقها ويجب أن يعني نكون محترفين في كيفية التعامل والتعاطي مع هذا العلم الحديث، مع هذه الشخصيات الجديدة بالنسبة للشباب والشابات. فلاحظنا أن قاعد يستقطبون مجموعة من الشباب والشابات في إلقاء المحاضرات، تجاربهم، خبراتهم، نجاحهم، ويروون للشباب والشابات. يعني هذه من الأمور الجميلة أن في السابق مثل ما ذكرنا نعتمد وإحنا ما نستغني عنهم أصحاب الخبرات اللي أعمارهم متقدمة، لكن يبقى للشباب في لغة خاصة ولغة معينة يجب أن نتعاطى ونتعامل معها. ممكن الشاب اللي يكون في مرحلة الثانوي يتقبل الكلمة والمعلومة من شاب قريب من عمره،
لأن هذا الشاب اللي قاعد يوجه له نصيحة يكون قريب من عمره، عارف اللغة، في كيمياء بينهم بين بعض. في المقابل أن الشخص الكبير إذا ياك أو جاء حق هذا الشخص الصغير أو طالب الثانوي أو المتوسط يوجهه كتوجيه، ممكن بحس النية، ولكن هذا الطالب يقول شي بي هذا كبير قاعد حاط دوبه دوبه. ولكن إذا يتلى المعلومة والنصيحة من شخص قريب من عمره أو فاهم لغته، فاهم لغته، يعرف شلون يتخلى وشلون يتكلم معاه وياخذ منه المعلومة، ممكن يوجهه إلى الطريق الصحيح. مثال، احنا عندنا في بعض أولياء الأمور يمكن يقضي الساعات الكثيرة يعني على الأجهزة الحديثة، الأجهزة الذكية، في مواقع التواصل الاجتماعي، وتشوفه يحرم أبنائه من أن يكون معهم الجهاز يعني حتى لو نص ساعة أو ساعة باليوم، فيقول أنت قاعد تضيعون وقتكم في هذا الجهاز. فالولد يعني لا يمكن يستقبل، أو البنت لا يمكن يستقبل منك هذه المعلومة بهذه الطريقة. يشوفك أنت منزوي على حالك أو منطوي في مكان معين وتتابع مواقع أو تتفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي وتحرمه من هذا الشيء، يعني يحتاج إلى لغة، إلى طريقة تعامل معينة. الآن الشباب والشابات حتى في مراحل الطفولة أو الطفولة المبكرة أصبح لهم لغة، أصبح لهم فكر، لهم حياة جديدة. يجب أن ندخل عالمهم، وإذا تبي تعرف عليهم يجب أن نتعامل مع عالمهم ونتعامل معهم وفق عالمهم هم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول لا تربوا أبناءكم لزمانكم، ربوهم لزمانهم. يعني يجب أن الأفكار تتغير، تتعاطى، نتعامل معهم وفق أفكارهم. الحديث عن أهمية القدوة في حياة الشباب والشابات، إلى أي درجة ممكن أن يكون هذا الأمر يخدم هؤلاء الشباب والشابات؟ القدوة في حياة الشاب جدا مهمة، سواء كان هذه القدوة شخصية اجتماعية ولا شخصية بالسوشيال ميديا، ولا ممكن أبوي يأخذ قدوة. أهمية القدوة في حياة الشاب، خاصة اللي يسمونهم تينيجرز مثلا في السن اللي ما دون 20، لازم يشوف له قدوة أو أولياء أمور يحطون له قدوة حسنة، لأن دائما في هذا السن سن مقلد، أي شيء يشوفه من شخص يحبه راح يقلده سواء زين ولا شين. فأهمية القدوة جدا تكون مفيدة، خاصة في عمر الشاب اللي يكون في مقتبل العمر. لذلك شفت لقاء واصلني بالسوشيال ميديا أن شخص ياباني أو شخص آسيوي قاعد يقول أن دائما الشخص ما دون 20 يتعلم، دائما يحاول أو لازم يطلب العلم في هذا السن. من 20 إلى 30 لازم يشوف له قدوة على أساس يعلمه شلون يطبق العلم اللي أخذه لما كان تحت 20. لما يوصل الثلاثينات، بالثلاثينات يبدأ هذا الشخص يدرب الشباب اللي موجودين أو اللي أعمارهم دون العشرين. ولما يوصل 40 يقعد يراقب الشباب اللي يدربهم ويستمتع بالنجاحات، سن 50 يروح يقعد على البحر. لذلك القدوة جدا مهمة، خاصة في الأعمار الصغيرة. فأتمنى أن من أولياء الأمور يحسنون اختيار القدوة لأبنائهم، سواء كنت أنت يا ولي أمر أو من الأشخاص اللي يتابعهم ولدك في السوشيال ميديا. إذا كان يتابع أشخاص فيعني يجب توجيهها لحسن اختيار الأشخاص اللي تابعها. يعني هل وصلنا إلى مرحلة بالفعل قل لي من، يعني في السابق كنا نقول قل لي من صديقك أقول لك من أنت؟ بالضبط. نعم، الآن قل لي من تتابع أقول لك من أنت؟ بالضبط. يعني هل بالإمكان أن ممكن أتابع إنسان أنا ما أتمثل في حركاته أو في أفكاره؟ يعني المشكلة بالسوشيال ميديا صارت منتشرة على كل الأعمار، وقام يطلع منها الصالح والطالح. أكيد. وكل من يبي يصير مشهور قام يمشي عكس التيار على أساس يصير مشهور، وللأسف ينجح يصير مشهور، ولكن على شنو؟ لا من لا، هو ما ينجح، هو يصير مشهور لكن ما ينجح، يعني يحقق اللي هو يبي يعني، لكن كنجاح. نعم، كشهرة، ولكن ما يدري هو شنو قاعد يسوي في الناس أو في المتابعين، ما يدري عن الأعمار اللي قاعد يتابعونه كم أعمارهم. ممكن أنت كلمة منك يا شخص يا مشهور يلي أنت أثبت شهرتك، سويت كلمة، يعني سويت في
خريفا 70 خريفا في النار. ففي بعض الأمور يجب أن نراقب أنفسنا، وخصوصا يعني الشيء الخطير في هذا الأمر في التعامل والتعاطي مع السوشيال ميديا، أن هو شعور لحظي، وفي أي شعور تحس أنت في ردة فعل من كلمة معينة، من قراءة معينة، من تصريح معين، فبالتالي تكتب أنت كلمة أنت ما تعرف يعني وين توديك هذه الكلمة. يمكن لو قعدت لك ساعة بعدها أو يعني رد على منشي معين، لو قعدت ساعة ما كان يكون ردك في هذا بهذا الأسلوب أو هذه الطريقة. فنتمنى أن يكون في مراقبة ومتابعة لأقوالنا وأفعالنا وفي التعامل مع يعني هذه التكنولوجيا الحديثة. احنا ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج من تجارب الحياة على محطة أوفم من إذاعة دولة الكويت، وبعد الفاصل نعود مرة أخرى بإذن الله تعالى. أسداً لأن الوقت هو مادة الحياة. عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج من تجارب الحياة على محطة أوفم من إذاعة دولة الكويت، وضيفنا الكريم عبد العزيز الغريب، جيولوجي بترول في عملية الخفج المشتركة، ماجستير في الزلازل، وعضو في نادي إفرس القادة، ولديه العديد من الدورات التدريبية. لما نتكلم عن المشاركة في المجال التطوعي، يعني هل في سن معين نحب أن نوصي فيه أن يشاركون؟ يعني شلون نقدر ننشر هذا الوعي وهذه الثقافة، ثقافة التطوع في المجتمع الكويتي؟ نعم هي منتشرة، يمكن احنا يعني الدولة الأولى كنسبة وتناسب في دول الخليج وحتى في الوطن العربي. لدينا أكثر من 430 يعني لجنة وجمعية تطوعية بفضل الله سبحانه وتعالى. دائما العمل التطوعي أنا ما أنصح أن يكون في سن معين، ولكن يحبذ أن يكون العمل التطوعي في بداية سن الشباب، مثلا اللي ما دون يعني من العشرينات أو ما دون ذلك بقليل. العمل التطوعي يعني نصيحتي لكل شخص يقوم فيه أي عمل تطوعي، العمل التطوعي أول شيء شنو فائدته؟ أما تكون خدمة للمجتمع أو إدخال سرور على شخص. إذا ما كان حطيت في بالك أن هذا العمل التطوعي أول شيء لله سبحانه وتعالى، على أساس تكسب الأجر، على أساس أن هذا العمل التطوعي الأجر لله سبحانه بالضبط. هذا العمل التطوعي أنت ما تنطر منه لا مال ولا منصب، تنطر منه الأجر من رب العالمين. ثاني شيء، لو تحط في بالك أن هذا العمل التطوعي يخدم المجتمع، فتأكد أن هذا العمل التطوعي إن شاء الله راح يلاقي النجاح المطلوب. العمل التطوعي غير مختصر في نوادي معينة، ممكن أنت يعني من نفسك وأنت رايح مثلا في المستشفى بتزور صديق لك، ولا بتزور أي أحد نايم في المستشفى، طبيب شفت لك شخص نايم في غرفة ما عنده أحد، ممكن أنت تتطوع وتدخل عليه، تسلم عليه وتتحمد له بالسلامة وتقول له كلمتين حلوين، هذا يعتبر عمل تطوعي. أنت أدخلت السرور على هذا الشخص وكسبت الأجر العظيم من رب العالمين وفي عيادة المريض، ونفس الوقت أنت ما سويت شيء، لا قطيت شيء من جيبك ولا يعني تعبت نفسك، اللهم كلمتين على هذا الشخص المريض وكمل طريقك. فالعمل التطوعي ممكن الشخص يقوم فيه من نفسه أو يكون عن طريق مثلا نوادي ولا روابط معينة تقوم فيها. طبعا النوادي والروابط تكون عندها جداول معينة بنشاطات معينة. شو أهميتها بالنسبة للشخص؟ شو ممكن أنا استفيده؟ يعني نعم الأجر من الله سبحانه وتعالى الكل، يعني هدفنا في هذا يعني ان نسعى الى، وهو اكبر جائزه يعني الاجر من الله سبحانه وتعالى، لكن كفائده على نفسك انت في تنميه شخصيتك. العمل التطوعي يدخلك في مجالات كثيره، اذا انت متخصص في مجال عمل معين فالعمل التطوعي يطلعك في من المود اللي انت فيه في تخصصك ويوديك الى مجال ثاني. ممكن تكتسب خبرات، تتعرف على ناس، تتعرف على شخصيات ممكن يفيدونك، ممكن انت تفيدهم في معلومات معينه. العمل التطوعي ممكن يكون هذا العمل سد لي أوقات الفراغ القاتلة للشباب اللي تشوفهم مثلا ماكو شغل، ماسك للسيارة، ماسك رايح على خط البحر، رايح وراد. العمل التطوعي ينظم الوقت، يصقل المهارات، ينمي الشخصية، يخلي يعني الشخص اللي في مجال العمل التطوعي حاب لمجتمعه، يكون قريب من جميع أطياف المجتمع. لأن العمل التطوعي أنت ما تتعامل مع شخص معين، مثلا العمل التطوعي من أعمال العمل التطوعي مثلا مثل ما قلت لك زيارة المرضى، ولا تنظيف الشواطئ، ولا مثلا تنظيم فعالية معينة، مؤتمرات أيضا، أو مؤتمرات معينة. هذه فائدة العمل التطوعي بشكل عام.
أما لما نتكلم عنه يعني بتفصيل دقيق، فالعمل التطوعي هو إدخال السرور للناس عن طريق خدمة المجتمع. هذا بشكل في طبعا بإمكاننا أن نتعلم من خلال دورات معينة، من خلال مشاركة معينة، على كيفية التعامل مع الآخرين أيضا من خلال هذه المجالات التطوعية. طبعا احنا الحين لو تكلمنا عن المجال التطوعي، في أشياء مرافقة للعمل التطوعي مثل الدورات التدريبية اللي تنظمها جهات غير ربحية. هذه الدورات ممكن تسمى مثلا سما ماشت، كيف تحقق هدفك، تنظيم الوقت، حتى في قيادة السيارة في دورات. أحد المعلومات اللي اكتسبتها في أحد الدورات التعليمية اللي عن قيادة السيارات، يقول لك لما توقف بالإشارة على الأقل لازم وانت ماسك السكان تشوف تاير السيارة اللي قدامك. ليش المسافة هذه؟ يقولك في حال أن تعطلت سيارة قدامك تقدر تلف عنها وتروح بكل سهولة. وإذا كنت أنت بالإشارة أول سيارة عد وشبت الإشارة خضراء، طبعا عد 3 ثواني، لأن في اللحظة هذه 3 ثواني تلقى في ناس مطاير يقصون الإشارة الحمراء. فهذه المعلومات البسيطة اللي تكتسبها في بعض الدورات التدريبية أو معلومة تكتسبها في أثناء مشاركتك لهذا العمل التطوعي ممكن تفيدك. فلذلك الدورات التدريبية والعمل التطوعي تصقل الشخص بشكل جيد. نعم طبعا احنا دائما كل ضيف معانا في برنامجنا نترك له الحريه في ختام هذه الحلقه في توجيه رساله ايجابيه للشباب، للشابات، لاولياء الامور، لتحفيز ابنائهم للحثهم على المشاركه، على اكتشاف طاقاتهم، استثمار اوقاتهم. فنترك لك الخيار ان شاء الله بعد الفاصل للحديث عن هذه الرساله الايجابيه. فاصل ونواصل مره اخرى معكم في برنامج من تجارب الحياه على محطه وفاء من اذاعه دوله الكويت. عزيزي المستمع، الحياة عبء ثقيل على بعض الناس، وبعض الناس عبء ثقيل على الحياة. عدنا لكم الجديد مستمع الكرام في برنامج من تجارب الحياة على محطة وفاء من إذاعة دولة الكويت، وضيفنا الكريم عبد العزيز الغريب، جيولوجي بترول في عمليات الخفجي المشتركة وماجستير في الزلازل وعضو في نادي إفروس القادة، ولديه العديد من الدورات التدريبية. تفضل الرسالة الإيجابية. رسالتي أول شيء موجهة لأولياء الأمور، دائما حاولوا تشغلون أوقات فراغ أولادكم، سواء في القراءة، في المطالعة، في المشاركة في النوادي التطوعية، في كثير المجالات الحمد لله في الكويت. حتى لو تشارك على حسابك في نادي ممكن كرة قدم ولا كاراتيه، ولكن خل وقت الفراغ هذا اللي يقضيه الوقت الميت لدى أبنائك دائما حاول أنك تشغله فيه. ثاني شيء أيضا رسالتي أولياء أمور، حاولوا تتابعون وتعرفون من أصدقاء أولادكم. دائما الولد بسرعة يتأثر بمن حوله من أصدقاء، وإذا كانت مراقبتكم حديثة وعرفتم من الأشخاص دائما تأكدوا أن ولدكم إن شاء الله راح يكون في الطريق الصحيح. رسالة ثانية إن شاء الله بتكون على للشباب، أتمنى من الشباب أن يحرص على استثمار وقته فيما يفيد ويفيد نفسه ويفيد مجتمعه فيه، سواء في الدورات التدريبية سواء في العمل التطوعي. اختار من الدورات التدريبية ما يناسبك، لا بأس، ما في بأس انك تدفع فلوس على اساس تدخل في دورة تدريبية. تأكد ان هذه الدورة التدريبية اذا ما فادتك الحين صدقني راح تفيدك بعدين. الشغلة الثالثة او الثانية اللي وجهها للشباب خاصة في مرحلة الثانوي، اختار مجال تخصصك اللي تبي تروح له وانت في رابع ثانوي او ما قبل ذلك. يا اخي مو كل الناس، مو كل وظائف الكويت مهندس ومحامي ولا دكتور، في تخصصات ممكن الناس ما تدري عنها تكون هي تخصصات مفيدة للمجتمع وتفيدك انت في مجالك، يعني مجالك الوظيفي في المستقبل. ورسالتي الأخيرة موجهة للناس المشهورة في السوشيال ميديا، اتقوا الله في شبابنا، تأكدوا أن كل حركة تقومون فيها وتصورونها وتقولونها في السوشيال ميديا صدقوني في آلاف الشباب يتابعونكم فيها، فأحسنوا اختيار الكلام، أحسنوا اختيار التصرفات،
والله الحافظ. اللهم امين. نعم بالله، شكرا لك على هذه الرسائل، شكرا لك على تواجدك معنا في برنامج من تجارب الحياة. يعني كان هذه الرسائل المختصرة والجميلة جدا. نتمنى بالفعل أن الكل يعي أن هناك الكثير من الأشخاص الألوف يتابعون يقلدون حركاتك وتصرفاتك، وتعتبر أنت نموذج لهم يعني، فبالتالي يجب أن نتخاف الله سبحان الله فيهم. ودائما نريد أن نبحث عن الأشياء التي تفيد المجتمع، تفيد الأسرة، تفيد الدولة ككل. لدينا شباب مبدعين في شتى المجالات، وعسى الله يحفظ الكويت إن شاء الله القادم أفضل دائما في نحو تطوير الكويت وتحويلها بالفعل إلى مركز مالي وتجاري وأيضا ثقافي وسياحي وكل هذه الأمور. لأن دائما الكويت مثل ما ذكرت في بداية هذه الحلقة، الكويت ولادة، لدينا العديد من الشباب المتميزين ومن الرعيل السابق وأيضا من الشباب الحالي وأيضا من رجال المستقبل بإذن الله تعالى. كل الشكر لك عبد العزيز على تواجدك معنا في هذا البرنامج. يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة مرة ثانية. إن شاء الله نلتقيك في برامج أخرى بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم من تجارب الحياة على محطة أوفم من إذاعة دولة الكويت. كان ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد العزيز الغريب، جيولوجي بترول في عمليات الخفج المشتركة وماجستير في الزلازل وعضو نادي إفرس القادة، ولديه العديد من الدورات التدريبية. في الأسبوع المقبل لدينا أيضا ضيوف كرام في برنامجنا. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.